السلام عليكم الاخوان، أه بعجلة الاخوان كيسولوا على النشرة ديال دي في 23 في وقتاش غتبداوا، المواعيد في وقتاش غيبداوا، فنمشيو جميعا نشوفوا، أه نتوما تانتم باش تعرفوا كيفاش تبقوا تبعوا الفيزابيلتان، فكتمشي جوجل فيزابيلتان كتكتبها، كطلع يطلع لك هاد الموقع هذا العليا اللي هو الموقع الرسمي ديال وزارة الخارجية اللي دايره وزارة الخارجية الأمريكية باش كتبع الجميع هذا هو اللي قلت لكم هذا الموقع فيه أي سؤال طاح لك في بالك كتدخل كتقلب عليه اي حاجه كلشي كاين هنايا لا بالبوليسيز لاب لا بالقانون لا بال يعني ما عليك وما لديك بخصوص الهجره دخل هذا الموقع هذا اذا آه ما علينا غادي ندوزو الفيزا بيلتا هانتوما كما كتشوفوا هنايا ديال اوغوست يعني راه بانت راه خرجت اللي آه جايه مازال جايه يعني قريب ان شاء الله غادي تبان اللي هي شنو حنا ديال اوغوست فاش خرجت عطاتنا ديال سبتمبر ديال شهر 9 دابا تخرج هنايا سبتمبر غتعطينا ديال شهر 10 كيفاش غنعرفوا هذا الشيء غنهبطوا لتحت غتهبط لتحت غتلقى هاد السنوات يعني الماليه السنه الماليه حنا دابا رانا في السنه الماليه 2022 وكل شيء كيعرف انها غادي تسالي في 30 سبتمبر يعني 30 سبتمبر السلام عليكم غادي نشوفوا هاد النشره هذه ديال سبتمبر فوقتاش غادي تخرج هنا اذا كتشوفوا هنا في الـ في الاول كاينه ديال اوغوست يعني فوق من اللي غادي تجي هنايا يعني من بعد منها غتكون ديال سبتمبر ولكن هنا اللي دخلنا ديال اوغوست ماشي ديال ديال شهر 8 الشهر عطانا هنايا اوغوست ولكن التحديد ديالها هو شهر تسعود نكليكو عليها باش غادي نعرفوا انها شهر تسعود غنهبطوا لتحت غتهبط لتحت فين كاينه اه هي هنايا انتما كما كتشوفوا هنايا ها هي 4 سبتمبر سي 4 سبتمبر Immigrant نمبرز ان دي في كاتيجوريز ار available تو qualify دي في 22 يعني خاصه بالدي في 22 وهي مازال Current الو دابا هذه النشره اللي غادي تخرج غتخرج ماشي ديال سبتمبر غتولي هنايا 4 اكتوبر يعني ديال شهر 10 وغتكون دي في 2023 ماشي 2022 كيفاش غنعرفوا هادشي غنرجعوا ل ل لاني فيسكال يعني السنه الماليه نمشيو اللي قبل منها غير نعطيكم غير مثال دي في السنه آه الماليه 2021 هنا ها انتم لاحظتوا هنا هي أغسطس شنو اللي جات من بعد منها جات سبتمبر ولكن الا لكي كليكينا على سبتمبر ما غتعطيناش ماشي النشره ديال سبتمبر النشره اللي بعد منها ديما النشره كتسبق آه كتسبق بشهر يعني كتبان هذا الشهر هذا كتعطيك ديال الشهر اللي من بعد منه عاوتاني الشهر اللي من بعد منه كتبان ديال الشهر اللي موراه دو سيدي انت غادي فإذا كليكينا هذا ليكزومبل ديال السنه الماضيه ديال 2021 الى كليكينا على ديال سبتمبر حنا غادي نمشيو نشوفوا ديال سبتمبر شنو غادي تعطينا غنهبطوا عاوتاني لتحت غنهبطو لتحت وغنشوفوا شنو غادي تعطينا ها لاحظوا معايا هنا ها هي اكتوبر لاحظتوا وعطاتنا دي في 22 هي نفس الجملة كتكتب نفس الجملة كواليفايد دي في 2022 وهي راه 2021 حنا راه كليكينا على على ل ل ل ل ل النشرة ديال دي في سبتمبر 2021 لاحظتوا؟ إذا دابا باش نختموا أن النشرة الجاية إن شاء الله اللي غادي تبان في هذا الشهر 8 يعني في المنتصف ديالها كما كيعرف الجامعه أن النشرة ديما في 15 في يعني ذا في يعني منتصف 15 شهر الشهر منتصف الشهر كتخرج النشره اذا غادي نرجعوا هنايا النشره ديالنا اللي غادي ها ت... هي شفتوا هنايا اوغوست موراها غادي تخرج فور سبتمبر وفور سبتمبر غتعطينا ديال 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 اكتوبر مفهوم الاخوان هنا الا كاينه كما شفنا اعطاتنا ديال سبتمبر راه كانت كيرنت كانت كيرنت ها هي ها هي فور سبتمبر كانت كيرنت ولا كل ديفي 22 يعني كما قلنا اخر المواعيد غيكونوا في شهر 9 وغيتسالاو يعني المواعيد خصهم يصدروا والفيزا خصها تصدر في شهر 9 يعني قبل من 30 من 30 آه شهر 9 باش عاوتاني صافي ديك الساعه غادي يبداو ان شاء الله في المواعيد مع ديفي 23 ان شاء الله نتمنى يعني هذا آه دي الموضوع ديال الفيزا بيلتا والنشرات آه على الاقل بعدا تكونوا فهمتوها كما يجب وانا قلت لكم رجاء هذا الموقع راه كلشي فيه راه حنا شخصيا منو كنستنبطو منو كنجبدو المعلومات منو كنشوفو التحديث يعني اليومي والشهري والسنوي وجميع المعلومات انتم لاحظوا اي حاجه قلبتي عليها لي فيزات الجنسيه الباسبور علاش ما قلبتي الاحصائيات هما الاحصائيات ديال الفيزا ستاتستيكس اني ثينغ اند ايفري علاش ما قلبتي دخل هذا الموقع هذا كما يحييكم من قلب العمل السلام عليكم ورحمه الله